السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ مرة مدامتكم بخير. انا ريمون صبري، وان شاء الله في هذا الفيديو هنتكلم حقيقة بشكل مبسط على كيفية عمل موكب احترافي في كانفا، زي حقيقة بيقولوا كده منه فيه كده. وحتى مش لازم يكون عندك اشتراك في كانفا برو عشان تعمل هذا الموكب الجميل الاحترافي. تعال نشوف مع بعض ازاي. يلا بينا. وبنيجي يا معلم على موقع كانفا وبتعمل هنا كرييت ديزاين. طبعا بتختار اي تمبلت انت عايزه، سواء انستجرام او تويتر او فيسبوك، او ممكن تعمل هنا كاستم سايز. فانا ممكن اختار معاكم ال 5000 في 5000 بيكسل على سبيل المثال، يعني كعموم اي مساحه يعني سبيسيفيك للتصميم يعني. تمام، حلو جدا. هاجي مثلا اختار ممكن استخدم معاكم تصميم انا عملته قبل كده على سبيل المثال يعني، وهو التصميم ده هو جيم اوفر مستر فوكس. حلو جدا كده. جاست افيد ان انت لما بتدوس على التصميم ده اللي هو عباره عن صوره، تمام، بي ان جي ترانسبيرنت باك جراوند، تفتح معاك الاوبشن ده يا فندم اللي فوق دي، اللي زي انيميت او فليب او كروب او ادجاست او فلتر او افكتس، هي المؤثرات. فاحنا بقى بنختار يا فندم الجزء الخاص بالافكتس. تمام، حلو جدا. نعمل كليك على الافكتس، تفتح معاك يا فندم تلك الاوبشنز الخاصه بالمؤثرات اللي انت عايز تضيفها بقى على هذه الصوره. حاجه اسمها سمارت موكابس. شفت بقى ازاي؟ دي بقى اللي احنا شغلنا النهارده على موضوع كانفا. السمارت موكابس تختار بقى سي اول. انت بقى عايز تشوف بقى كل الموكابس المتاحه اللي ينفع يطبق عليها هذا التصميم او هذه الصوره. فطبعا تلاقي بقى هنا في سمارت فونز زي ما حضراتكم شايفين اهو، الكمبيوترز عباره عن موكابس طبعا، كل دي كروت كاردز، فيتنس فريمز اند بوسترز، هتلاقي في بوكس شايفين، كلوثنج اللي هي الملابس بقى سواء كانت تيشرتات او دريس او هودز. فانا ممكن اختار معاكم ممكن احدى تلك الموكابس الاحترافيه ولكن الهودي 2. جاست بقى ادوس على اي موكب انا عايز اختاره يا فندم، باسلوب اوتوماتيكال يا فندم هتلاقي تصميمك او تلك الصوره تطبق بشكل اوتوماتيكي على الموكب اللي انت اخترته. فممكن نكبر مثلا هذا الموكب هو اللي احنا عاملينه دلوقتي بالشكل الجميل ده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انت هتلاقي بقى ان هو التصميم نفسه او هذه الصوره اللي هي جيم اوفر مستر فوكس دي مش موجوده، او مش موجوده بشكل كومبليتلي كده، او بشكل ايه مكتمل 100%، مش مظبوطه يعني. فانت برضه بترجع برضه على نفس الصوره او نفس الموكب، وبتلاقي التلات شروط دول، تمام، فبتعمل كليك عليها كده يا فندم، تفتح معاك اللي هي حاجه اسمها كروب دي والفل دي، تمام، فانت بتخليها ممكن فت، فتلاقي ممكن شكلها لحد ما برضه اتظبط شويه على المساحه المخصصه لموضوع التصميم داخل الهودي. فانت بقى عايز بقى تبقى اكثر يعني تظبيط شويه اكتر يعني كاوبتمايزيشن اكتر، دوس كاستم. هنا بقى يا فندم تلك الاوبشنز الخاصه بكيفيه وضع الديزاين داخل الموكب نفسه، سواء كان هوريزونتال بوزيشن مثلا او تعدل فيه وتزود بالمنظر ده يعني، هوريزونتال ممكن تخليه كده يمين في الشمال كده ولا حاجه، الفيرتيكال اعلى والاسفل او بهذا مثلا المنظر الجميل ده شويه، تمام. السايز حجم التصميم نفسه داخل الموكب شايفين اهو بنفس المنظر الحلو ده شايفين اهو. احنا كده تقريبا ظبطناه ما بين طبعا بقى الهوريزونتال والفيرتيكال وحجم التصميم نفسه. زي الفل، عجبك يا فندم كده وضع هذا الموكب، تمام. عايز تخلي لون الموكب ده لونه ابيض زي ما هو، او اخليه لون اسود مثلا، انا اخليه من يكون لون اسود اهو بهذا المنظر الجميل جدا 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 ده شايفينه اهو كده. ابلاي كده يا فندم، ايه جهز معانا الموكب اللي انت عايز تخليه يا فندم ده. جاست بقى انت ممكن طبعا تعمله داونلود وتعمله بقى استخدام بقى في اي حاجه تانية، او تعمله حتى اكسبورت على طول بقى وشير بقى في انستجرام او تويتر والكلام ده، مفيش مشكله خالص. كده بمنتهى السهوله عملنا موكب احترافي 100% في كانفا. هقول لكم برده حاجه تانية جميله، انا مثلا وليكن هعمل مثلا اي بيج تانية اخرى، تمام، وهختار معاكم تلك الصوره، تمام، لعبد الله. وعايز استخدم ممكن تلك الصوره مثلا في موكب خاص بالايفونز كمثال. جاست زي ما اتفقنا تدوس على تلك الصوره، هتختار معاك تلك الاوبشنز اللي فوق دي، تيجي على الافكتس المؤثرات، تختار سمارت موكابس، تمام. وحابين بقى نطبق تلك الصوره بتكون موجوده على انهي موكب، احنا مثلا حابين نفردها مثلا على السمارت فون زي كده. جاست فنم ثواني هتلاقي صورتي انا موجوده داخل الموكب الخاص بالايفون زي ما حضراتكم شايفين اهو، تمام. وطبعا بتلك الطريقه يا فندم انت كده عملت موكب جميل جدا 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 بمنتهى السهوله ومجاني زي ما اتفقنا. انت ممكن لو انت ما عندكش اشتراك في كانفا برو تنفع طبعا تستغل تلك النقطه دي الخاصه بعمل موكب احترافي
وبجد طبعا دي حاجة رائعة جدا بجد من موقع كانفا لعمل الموكب احترافية بهذا الشكل. وحاليا لازم زي ما اتفقنا التصميم بتاعك ده يكون يا فندم عبارة عن صورة، سواء بي ان جي او جي بي جي اللي انت عايزه، اهم حاجة يكون بشكل صورة، عشان يا فندم الصورة هي اللي تظهر فيها تلك الاوبشنز اللي فوق دي. تمام، يعني كمثال لو انت حبيت تعمل تصميم مثلا بالتكست وليكن كمثال يعني، او مثلا زي ده. تمام، فانا مثلا لو انا حبيت مثلا اضع تلك التكست ده مثلا باسلوب مباشر على موكب، مش هلاقي اي اوبشنز ظهرت في السمارت موكبس. اذا بالتالي انت ممكن يا فندم تعمل التصميم بشكل عادي جدا وتعمله هنا يا فندم داونلود بي ان جي ترانسبيرنت باك جراوند. تمام، او حتى ما فيش مشكله لو انت حابب تعمله باي شكل اخر. تمام، وتعمله بقى ابلود، تعيد رفعه مره اخرى على كانفا، وتستخدمه بقى يا فندم في شكل صوره على موكب اللي انت عايز تختاره وتعمله بشكل احترافي. تمام، بالتالي كده خلص فيديو النهارده. اتمنى بجد تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه، ولو في اي سؤال اي استفسار لا من حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، ومع السلامه.